الامتحان كان معاك ازاي؟ هو الامتحان كان كويس، بس هو خدنا صعوبة قبل ما دخلنا الامتحان، بس بسبب الواي فاي كان ضعيف، واحنا بنبعت الامتحان للامتحان ما اتبعتش، فالنت الواي فاي قطع بعد قبل ما الوقت يبقى. بس في مشاكل قابلتك في الامتحان؟ كان صعب ولا سهل؟ الامتحان كان سهل، بس المشكلة ان هو النت بيقطع. والتابلت اشتغل معاك كويس؟ اشتغل تمام، شكرا.